السلام عليكم الإخوان، أتمنى تكونوا على خير وبخير. شهية طيبة. السوجي اللي اختاريت هذا النهار هو على لونتروتيان، كيفاش دير لونتروتيان ديال الموتور ديالك ولا ديال الطوموبيل ديالك، شنو المسائل اللي كيخاصك تفيري فيها وفوقاش يمكن لك دير هذا لونتروتيان. هذا السوجي فيه خمسة ديال الحوايج اللي هما ضروريين كيخاصهم يتعرفوا. اول حاجه هي لونتروتيان ديال الزيت ديال الموتور، ثاني حاجه لونتروتيان ديال الزيت ديال لا بواط ا فيتاس، ثالث حاجه لونتروتيان ديال ليكيد دو ريفرويسمون اللي كنسميوه حنا الانتجال، رابع حاجه لونتروتيان ديال الزيت ديال لاسيستي ديال الفولون، وخامس حاجه الزيت ديال الفران اللي كيتسمى هو ليكيد دو فريناج، ماشي زيت هو. اوكي، نبداو بالزيت ديال الموتور. زيت الموتور كيف ما درنا في لا سيونس لي دي سيونس هما اللي دازو، بان زيت الموتور من الاحسن ناخذ واحد لا كاليتي اللي هي مزيانه، من الاحسن تكون 5W30 ولا 5W40، حيت لا فيسكوزيتي كتكون طايحه شويه وكتكون لا فلويديتي باش الزيت كيدخل وكيغريسي. اوكي، بلا ما ندخلوا في هذا السوجي هذا، الوغ ملي غادي نهضروا على 5W30 ولا 5W40، دابا كيخصنا نشوفوا المسافه اللي خص يدوزنا الزيت. الزيت من الاحسن نصيحه مني انا نعطيها لكم، وكل واحد زعما حر في الاختيار ديالو. بالنسبه لي انا ما كنتعداش 6000 كيلومتر، الا طولت 7000 كيلومتر بالزيت وكنعاودها، واخا كيقول لك هذه ديال 10000 ولا هذه ديال 15000، لا. علاش؟ اولا الزيت اللي عندنا في المغرب ماشي هي الزيت اللي كاينه في الخارج، اللي مع على برا، اللي على برا هذيك زيت بصح يمكن لك توصل بها حتى ل 15000 ولا 10000 كيلومتر، ولكن اللي عندنا في المغرب ماشي بحال. ثاني حاجه الناس كلها تقريبا كتحسب الكيلومتراج اللي كاين في الطابلو دبور، داك الكيلومتراج اللي كاين في الطابلو دبور بحال دابا 10000 كيلومتر ولا 7000 كيلومتر، كتمشي 7000 كيلومتر صافي، ملي كتوصل 7000 كطيحها، ساشون كو الزيت راه ما ضرباتش 7000 كيلومتر في داك لو مومون هذاك، راه ضربات حتى 8000 ولا 9000 كيلومتر. علاش الاخوان؟ لان ملي كتكون باغ اكزومبل غادي في الطريق راه سي تان كيلومتراج كيتقطع، ولكن ملي كتوقف ستوب ولا كدير مارش الصباح ولا كتوقف تسلم على شي واحد ولا هادي، راه زيت هذيك راه كدور، راه الفيربرو كان كدور والزيت راه كدور، وسكيل فيها كاينه اون تمبيراتور تما، والموتور راه امارش، والار بي ام راه غادي 7500 تور بار مينوت، يعني هذه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. الوغ كو اللي غيطيح الزيت في 10000 كيلومتر راه ماشي 10000 قطع بها، راه قطع بها حتى 12 نورمالمون، لان الزيت خدمات. وحاولوا تفهموا الفكره هذه. دو ان دو دو الزيت خصها تبدل على كل عام. اون فوا درتي الزيت في الموتور واخا دخلتي على الكراج، شي واحد سافر باغ اكزومبل غبر عام ولا خلى الطوموبيل ديالو في الكراج عام ورجع، ديك الزيت راه ما صالحهاش، صافي بيغيمي، خاصها تعاود كلها طيح وتعاود زيت واحد اخر. اوكي لي زامي، هذه الحاجه الاولى بالنسبه للزيت. اوكي، زيت لابواط، زيد ليا لابواط ا فيتاس، كو سوا اون فيت لابواط ا فيتاس في لو سيستيم اللي هو اوتوماتيك ولا لو سيستيم اللي هو مانويال، راه ضروري كيخاصها تبدل كل 3 سنين. ابار طوموبيل كتخرج من لا ميزون، كتخرج من لا ميزون بيان سور من الاحسن واحد 6 سنين 7 سنين ما تبدلهاش، ماشي مشكل، هذيك لا كاليتي ديال الزيت خارجه اوريجينال، مي بار لا سويت راه الزيت كيخاصها تبدل كل عامين 3 سنين. يكذب عليكم شي واحد يقول لك راه الزيت ديال لابوط ما كتبدلش. علاش ما كتبدلش؟ راه دي بينيون لابوط، ملي كتكون غادي في الطريق راه الموتور كيتحرك، ولكن شنو اللي كيحرك لك الروايد؟ راه لابوط ا فيتاس، راه دي بينيون تما كاينين 7 ولا 8 ديال لي بينيون كيدورو وكيخاصهم الكريساج وكيخاصهم الزيت، وديك الزيت راه كتسخن وكتبرد وكتسخن وكتبرد، الصباح بارده بالنهار سخونه. هاد الزيت هادي داك لي كومبوزون كيميك ديالهم ديالها كتعيا وكيخاصها تبدل وكيخاصها تبدل. كاينه كاليتي ديال الزيت زوينه، كاينه كاليتي ديال الزيت ناقصه، المهم راه خاصها تبدل كل عامين، ما يمكنش تخلي الزيت لابواط ديالك افي، امبوسيبل، سوف الا ديتي شي طوموبيل قديمه بزاف و سا ديباس باغ اكزومبل واحد 10 ولا 15 فلاش ديالها، من الاحسن ما تبدلش الزيت في هذه الحاله الاخوان. علاش؟ لان الا مشيت طيحتي داك البوشون باش غتجبد الزيت غتجبر بان الحديد مفرتت، ومن هنا من الاحسن بلا ما تطيح داك الزيت، لان ملي غتعاود زيت واحد اخر غيوقعوا مشاكل في لابواط فيتاس، وهنايا راه ربما انك خاصك تبدل لابواط كلها. اوكي لي زامي، نتمنى ان تكون القضيه باينه. هذه بالنسبه للسوجي الثاني، السوجي الثاني اللي كيتعلق بزيت ديال لابواط فيتاس. دابا مازالين لي ليكيد،
كاين لو برومي ليكيد اللي هو ليكيد دو ريفرويسمون لونتيجين اللي هو مور ما كيخرج من لا ميزون ربع سنين من الاحسن صافي تعاود تبدل واحد اخر وشاك دو زون كيتعاود ما يمكنلوش يكون اكثر مع عامين ليكيد دو ريفرويسمون في عامين صافي كيحبس لينا علاش ماشي كيتبيريما ولكن كتدخل لوميديتي داك ليكيد دو ريفرويسمون ما كيبقى الصالح سكيل في باش يخلي لك اول حاجه هو ماشي غيره ماشي على ود لا طومبيراتور باش يطلعها يعني درجه التبخر 140% دوغري بلوتو ولا باش يهبط التجمد لموان 5 ولا لموان 7 لا ولكن هو عاوتاني عنده واحد لا فيسكوزيتي باش كيدور مع البومبا اي انسي دو سويت هذه حاجه مهمه دو ان كي خاصو يتبدل كل عامين رانا ندوزو دابا ليكيد ديال ليكيد دو فريناج اللي هو مهم بزاف بزاف اللي معاش داك على ود لا سيكوريتي ليكيد دو فريناج عامين كيتبدل كل عامين كيتبدل علاش ما نساوش بان الفريناج حنايا شنو هو ماشي السلك كيتزير ولا كيتقطع لا فريناج هي واحد لا بريسيون كتكون على داك الزيت على داك ليكيد بلوتو داك ليكيد فاش كيتزير كيتكومبريسا كيدفع لنا واحد البيستون اللي لاصق في البلاكيت الفران كيدفع البلاكيت الفران كتلصق في الديسك تخيلوا معايا كتدخل شويه ديال لوميديتي في هذا الزيت واش لا كومبريسيون اللي غتكون في هذا الزيت هذا هي لا كومبريسيون ديال لوميديتي لوميديتي فيها لي بارتيكول ديال لو ديال الماء ما غتكونش لا كومبريسيون مزيانه سكيل في ملي كتبغي تفراني كتحس بان البيدال دو فران راه قاصح ولكن لو روندمون ديال الفريناج راه ناقص في هذه الحاله هذه راه كتجبر مشكل وباش تعرفوها الاخوان خذوها من عندي زعما قاعده ملي تعرف بان لوميديتي وصلات ليكيد كو سوسو دو فروديسمون ولا وصلات ليكيد دو فريناج ملي تحل القرعه تحل القرعه قلب البوشونه وشوف واش كاين واحد لي بارتيكول واحد لي بول ديال 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 الماء لاصقين تما الا كانوا لاصقين راه لوميديتي دخلات صافي بركه صافي كتعيا في دو زون اوكي شنو غادي يبقى اخر ليكيد اخر ولا هو زيت بلوتو ويل ديال لاسيستي ديال 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 الفولون بالنسبه للفولون كتبدل كل عامين الا عطلتيها ماشي مشكل 3 سنين لان شنو هي كتكريسي سورتو الا كانت الا كان لاسيستيه ب الكتريك سيستم اللي كيخدم الضو فهاد لوكا هادي كاين داك لي بينيو خاصهم يتكريساو هو ما غاديش تسمع ولا غتحس بمشكل بان لحق الفولون غادي تقل راه ما غتقلش الفولون الا كان الزيت وقاش كتقل الفولون الا كانت الزيت ناقصه شويه اما الا كانت الزيت عيات ما غاديش تقال ولكن غتولي كتسمع التصفار تزريت فاش كتبركي كتسمع هذيك غز غز فهاد لوكا هادي كو سوا زعما في لاسيستي اللي هو هيدروليك ولا لاسيستي اللي هو الكتريك في واحد شويه ديال الزيت كي خاصو يتفيريفيا ويشوف ما بين المين والماكس ما يطيحش على المين او ميم طون كدوز عامين كطيح وكتبدل زيت جديده هادشي راه ما غاليش على الاخوان بالنسبه للزيت الزيت ديال لاسيستي راه صراحه ما كايناش حتى في البومبات كاينه غير زيت عاديه كيديروها لا بواط فيتاس اوتوماتيك كدير بريسك 70 درهم لليترو اوكي بالنسبه لليكيد ديال الفريناج راه كيدير 40 درهم ما غاليش بالنسبه للزيت ديال لا بواط فيتاس غاليه شويه هنا على حسب كتاخذ واش 75 دبل في 90 ولا 75 دبل في 80 هاد لي نورم ديالاش ديال الفيسكوزيتي انه كل ما كانت الفيسكوزيتي طايحه كل ما مزيان الا كانت 75 دبل في 80 راه ليترو كيدير بريسك 140 درهم وغادي تحتاج واحد 3 لتر ولا 2.8 لتر هادو في لي بواط اللي هما مانويل في لي بواط اللي هما اوتوماتيك وهنا فين كيخاص تكون لا فيريفيكاسيون لونتروتيان لي بواط اوتوماتيك راهم زوينين بزاف الناس كتشكى كتقول لك لا لي بواط راهم خايبين دغيا كيعياو علاش دغيا كيعياو لان ما كيريسبكتيوش لي نورم ديال الزيت فوقاش كتبدل بالنسبه للزيت كدي حتى ل 5 6 يترو 7 يترو سا ديبون ديال الطوموبيل فوالا كنتمنى بان الميساج يكون وصل تهلاو فراسكم وبون كوراج